هاد السنة الدورة الثانية ديال هاد المعرض اللي درناه على واحد المساحة ديال 6000 متر. تنقولوا ان شاء الله بان غادي يكون واحد 20000 حتى 25000 زائر، منهم 80% ديال الاطفال. هاد الدورة الجديد فيها جبنا واحد حديقة الحيوان، بعض الحيوانات اللي غادي يجيو الدراري يشوفوهم بلا ما يمشيو للزو، اللي تيجيو تيلقاو شركات ديال بشكيطو، شركات ديال الحلويات، وشركات ديال المواد الغذائيه اللي تتصلح لهم، وتي عندهم بعد دروس، ماشي دروس ولكن تنقولوا دي سميتهم دي زور دي زاتوليي دو ديسان، وديال الرسم وديال الرفاهيه. واللي تيجي الطفل مع في السيمانه تيجي الطفل مع المدرسه ديالو اون طونك سورتي سكولير، وفي الويكاند تيجي مع الام ولا الاب ديالو باش يزور عاوتاني مع الاب ولا الام ديالو المعرض. اليوم كنتواجدوا في المعهد الصالون ديال الاطفال اللي جبنا للوليدات باش يشوفوا شنو اللي كاين وياخذوا شويه معلومات على الالعاب الجديده وداكشي، وجبناهم لعبوا باش يدوزوا واحد الوقيته زوينه، وهذا هو المهم اللي جبناهم هنا. ضروري يستافدوا، يشوفوا الحاجه اللي جديده، الحاجه اللي ما عمرهم شافوها اليوم. وجبنا الليال ويوسف وليداتنا باش يعرفوا شنو اللي كاين، والمهم شو غادي ناشطين، هذا هو المهم. جاو دوزوا واحد ثلاثه السوايع مزيانين ناشطين ويمشيو للدار مرتاحين، هذا هو المهم. المعرض ديال كيتس وورلد في الدار البيضاء، واليوم عندنا واحد المنتوجات ديال العائله كامله، لي فام لي زونفون و لي زادولت، زعما لي زادوليسون. عندنا اون غام سوان فيزاج بور سكي بو غراس ولا لي بو سنسيبل سيش، اي اون ا تو سكي بور سوان دو كور. اون في دي برودوي كي سون بيو سون كونسيرفاتور سون كولورون كي سون ادابتي بور لي زونفون. هاد لي برودوي هادو يقدروا ياكلوهم الدراري الصغار ديالنا بلا ما يخافوا حتى حاجه، حيت هما ديال القمح والحليب وفيهم البيض، يعني دي برودوي اللي صحيين للدراري الصغار ومزيان اننا نعطيهم ليهم.